يومنا يومك يا داري، وكلنا لجلك وطن، كلنا في دول ترابك انت يا اغلى وطن. يلا خلها بالاخضر وارفع الخفاق الاخضر وردد الله اكبر لاجل حبك يا وطن. حب ما عمري كبر كلنا بخير وسعادة وليه ما نلقى السعد داري وربي عطاها شعبها وفهد. يومنا يومك يا داري كلنا لجلك وطن، كلنا في دول تراب انت يا أغلى وطن. يا رب تحفظ هالوطن في كل عسر وكل احفظ لنا مليكنا ولي عهدنا الأمين، وارفع الخفاق الأخضر واحمل النور المسطر ورايتك خضرة ترفرف. يلا خلها بالأخضر، يلا خلها بالأخضر، وارفع الخفاق الأخضر، الله أكبر لأجل حبك يا وطن. الله يديم الأمن والأمان ويديم المواطنين هذا البلد المعطاء، والحمد لله على كل حال صراحة. كيف شايف المهرجان؟ والله الحمد لله مثل ما أنتم شايفين العالم من كل مكان جايين. أنت ليش جاي؟ والله شيء أدي واجبي لهذا الوطن تطوع والحمد لله. عافيك ربي طول عمرك. فرحة سعيدة بمناسبة العيد الوطني، وأهني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمين والشعب السعودي أجمعين. الله يديمها على السعودية إن شاء الله، جعل الخير جعل البلد بخير إن شاء الله وصحة وسلامة. الله يطول عمره الملك سلمان وولي العهد، الله يطول عمره. أقول كل عام والوطن بخير وكل عام وأنتم بخير، وتحية لكل أم ولدها في الحد الجنوبي، وشكرا لكم على هذه كل الفعاليات. أفخري يا داري من بين الدول، أفخري بالعزلة، فخر بالسعودي، دار أبو فهد عنوانه مثل يصغاه التاريخ العالم وجودي، من خادم الحرمين بعد الله أمل يخدم الإسلام جودة وجودي، من صفح باليوم يبشر بالحلم، اليوم تشتكي بيروت من حرب اليهود.
أقول الله يوفق الملك والشعب كله. الملك سلمان ومحمد بن سلمان والشعب كله. من باكستان. باكستان. كيف اليوم؟ والله جو حلو ممتاز، برنامج كويس. كيف اليوم وطني كويس؟ اليوم وطني كويس، حب السعودية والله. حب قلوبنا. كم سنة؟ دام ها؟ 12 سنة. ما شاء الله. أيوه. وهذا الصغير بعد. اليوم الوطن السعودي بيمثل لنا كلنا يوم وحدة الشعب السعودي اللي احنا بنحبه وبنتمنى له الامن والامان. اليوم ده اللي رجع لشبه الجزيرة العربية كلها وحدتها وصانة المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والملوك السعودية كلهم من المؤسس الاول الملك عبد العزيز يرحمه الله الى الملك سلمان، كلهم اعنوا عناية كاملة بالحرمين الشريفين فجزاهم الله عن المسلمين خير الجزاء. واحب السعودية، عاشق المملكة واحب أراضية، ديرتي ديرة ما هي بعادية، يا عسى الله يحفظها ويحميها، ديرتي بأمن ربيكم محمية، داري قبر النبي وضع الحرم فيها. المناسبة هذه من أحسن مناسبة والله، يطول في عمر الخادمات ويحرم السلميين ويحفظهم الله جميعا. ان شاء الله كل عامهم طيبين والله سبحانه وتعالى في المسلمين والحمد لله والحمد لله بارك الله فيكم. شكرا على القناه المشتركه. اهني خادم الحرمين الشريفين والأمة السعوديه والعربيه اليوم الوطني 87 وكل عام وانتم بخير. اقول احنا في وطن حفله تترابه تسوى في عيني وطن. نقول كل عام والوطن بالف خير والله يعود علينا ان شاء الله والشعب السعودي كله يم بالامن والامان ان شاء الله. Yeah.
يا سعودي نحي روحك الحية نشهد انك اصيل وطيب الفالي يا سلامي عليك يا سعودية الله يا الشيم يا دار الابطال يا سعودي يا سعودي نحي روحك الحية نشهد انك اصيل وطيب الفالي نشهد انك اصيل وطيب الفالي مخلص النية وسط كل الملاعب صيتكم عالي للوطن في فنونك مخلص النية وسط كل الملاعب صيتكم عالي شايل البيرق أخضر رافع يدي شايل البيرق أخضر رافع يدي واحمد الله كريم وحقق أمالي يا سلامي عليك يا سعودي يا سلامي المساء بهذه الاحتفالية الذي نظمها اتحاد الخليج الثقافي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 87 أعاده الله أعواما مديدة بالأمن والأمان على هذا الوطن المعطاء وأعاده على هذا البلد شعب وقيادة وأدام الله ولاة أمر هذا الوطن العظيم. سعدنا بهذه الفعالية التي خصصها اتحاد الخليج الثقافي لهذا المساء الجميل باحتفالية وطنية تخللها العديد من الأنشطة والفعاليات التي تعبر عن حب هذا الشعب لهذا الوطن وولاة أمر هذا الوطن. حنا بنات الوطن جينا وفا جينا نرد أجمل عبارات الغلا نعاهدك إن نكون لأرضك فدا يا الغالية يا العالية يلي غلاك بخافقي يجري مجرى الدمى يلي غلاك بخافقي يجري مجرى الدمى من بان عبد العزيز صبحنا باني ما عاد نقبل ظلام الليل لو ساعة في السلم يشهد لنا عمار الأوطاني في الحرب لأرواح على للموت بياعة وفي الحرب لأرواح على للموت بياعة ودام عزك يا وطن. ونحن اليوم نحتفل باليوم الوطني المجيد دام عزك يا وطن. اليوم يعتبر من الأيام المجيدة والعهد الزاهر في هذا اليوم المجيد اليوم الوطني 87 للمملكة العربية السعودية الذي يوافق يوم السبت بعد القادم في 3/1/1439. وفي هذه المناسبة العزيزة على قلبي أهني حكومة مولاي
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ملك العروبة والحزم، وإلى ولي عهد الأمين صاحب السمو الملك الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى سمو وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وإلى أميرنا المحبوب أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، وإلى نائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، وإلى الأسرة الحاكمة والشعب السعودي النبيل، وأقول دام عزك يا وطن. نحن هنا اليوم للاحتفال باليوم الوطني السعودي. هذا اليوم هو يوم غالي على قلوبنا وعلى قلب أي سعودي. هذا اليوم اللي احنا نفتخر فيه، ونفتخر بإنجازات المملكة العربية السعودية تحت قيادة ولاة أمرنا الله يحفظهم إن شاء الله. طبعا ماني عارفة أعبر في هذا اليوم عن فرحتي، لكن كل الشعب السعودي قلبه متحد اليوم بهذه الفرحة. أتمنى للمملكة العربية السعودية مزيدا من التقدم والإنجازات تحت قيادة ولاة أمورنا، وشكرا لكم لهذه الاستضافة. أولا نهني القيادة ونهني الشعب ونهني جنودنا في الحد الجنوبي، وكل عام والوطن بخير. ودائما أنا أقول وطني الأخضر وطن العطاء وطن السلام وطن الأمن والأمان، والله يحفظنا ويحفظ هالبلد من جميع الشرور إن شاء الله. أحب أهني الشعب السعودي وأولهم أبونا سلمان على الرأس، الله يديم ويدخر لنا. وأحب أقول هذا القصيدة لعيونكم: لبيه يا أخضر لون غير، لبلاد خير وناس بخير، نحمل قلم ونرفع علم، وبين الأمم ما قد نزل لنا علم، لا يمكن ولا حصل، بشروا سلمان بشروا سلمان ويا بلادي يبشري، بشريه وبشريهم وبشري، حن عيالك والخير فالك والخير فالك وسلامتكم. على العز يا دار مهرها عزوم رجال، قضوا نحبهم يا ليل رسوا قواعدها، كساها معز المجد من سطوته سلسال، مع سائر الأوطان قامت مجدها. سلامتكم. على العز يا دار مهرها عزوم رجال، ودام عزك يا وطن. دام عزك يا وطن، شكرا لريناد الجاسر. قدها وقدود، ولما تصعب عليك الامور دائما اعيدها لكم المره الثانيه، لما تصعب عليك الامور حط في بالك هذا الكلام، ارفع راسك، انت سعودي. ترى عبد الله
لأهل العلم أعداء فأن يكون لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والبار. اللي ملاقب خافقي يجلب مجرى الدمع ودام عزك يا رب. خلاص شنو رائع اكلت قل رائع البيض بلد تحت ظل أبو فهد فوق مجدك بادي تحت ظل أبو فهد فوق القمم خصنا رب النعم بالمادي نحو الحرم رفرف يا علم واعتري فوق القمم خصنا رب النعم بالمادي نحو الحرم والتحدي طبعنا يخسر اللي ضدنا كل وقت في عنا سعودي انت وانا والتحدي طبعنا يخسر اللي
وقت في عنا بيعطيكم العافية. خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله وولي عهده والشعب السعودي بالكامل نهنيهم بهذا اليوم الطيب اليوم السعيد. أرجو من الله العزيز القدير أن يعيده كل عام وحنا في نعمة وسلام، كما أرجو أن الله سبحانه وتعالى ينصر دولتنا على من عاداها وأن يرد كيد المعتدي في نحره. الليلة من الليالي الطيبة، وأتمنى أن يعود هذه الليلة وهذا اليوم المبارك اللي هو اليوم الوطني في كل عام ونحن بنعمة وسلام. ملكنا وحكومتنا الرشيدة والشعب السعودي عامة باليوم الوطني، وهذا اليوم الوطني يحتم على كل شخص عنده وطنية أن يحتفل به ويهني ملكنا ويهني حكومتنا الرشيدة بكل عام إن شاء الله. ونتمنى لحكومتنا كل رخاء وامداد ان شاء الله على مدى العمر. اهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الامير محمد بن سلمان والاسره الملك الكريمه والشعب السعودي الكريم بهذا اليوم واللي نفتخر به كل مواطن سعودي في يوم الوطني، وكل عام وانتم بخير جميعا ان شاء الله. صراحه نهني انفسنا في هذا اليوم المبارك ذكرى اليوم الوطني 87، ونرفع لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والأسرة الكريمة أجمل التهاني والتبريكات في هذا اليوم العظيم علينا جميعا، ونسأل الله أن تكون بلدنا آمنة مطمئنة كل عام، ونحن وأبنائنا ودمائنا فداء لهذا الوطن العظيم من هنا إلى آخر يوم في حياتنا. هذا اليوم هو يوم مجيد للأمة السعودية، وفي هذه المناسبة أتقدم لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بهذه المناسبة الكريمة على المواطنين، وإن شاء الله أن ننعم بالأمن والأمان في ظل قيادتنا الحكيمة حفظها الله إن شاء الله، ودائما إن شاء الله إلى الأمام وإلى المستقبل الزاهر لهذا البلد. يسعدني بهذه المناسبة أن أهني خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله، وكذلك صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان الله يحفظهم جميعا. وطبعا هذه المناسبة سعيدة علينا جميعا، ونهني أنفسنا بهذه المناسبة، والله التوفيق إن شاء الله. أهني مولانا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي العظيم
اليوم هذا يوم عظيم، يوم الوطن والوطن للجميع، وكلنا اليوم هذا له تقدير وله محبة وله رسوخ في قلوب كل مواطن وكل مقيم. والمملكة نشكر الله العظيم، حنا في أمن وفي نعمة في رخاء في، ونتمنى إن شاء الله للشعب السعودي العظيم اللي أثبت للعالم أن الشعب عنده ولاء لله سبحانه وتعالى وللوطن. خادم الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهد الامين محمد بن سلمان بن عبد العزيز والاسره الحاكمه وجميع الشعب السعودي على اليوم السعودي ودام عزك يا وطن. اتقدم بخالص التهنئه والتبريكات لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولسمو ولي عهد الامير محمد بن سلمان ولسمو امير المنطقه الشرقيه الامير سعود بن نايف ولسمو نائبه الامير احمد بن فهد بن سلمان حفظهم الله جميعا. كما أتقدم بخالص التهنئة والتبريك لأهالي بقيق والمجتمع السعودي الكريم. كل عام وأنتم بخير والوطن في شموخ ورفعة إن شاء الله. أهدي أسماء التهاني والتبريكات إلى سيدي مولاي خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين وإلى سمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبة وإلى الشعب السعودي كافة على هذا الاحتفاء وهذا الشعور وهذا المشاركة من جميع أطياف المجتمع حباً وشكرا ودعوات لله سبحانه تبارك وتعالى رحمة لمؤسس هذه البلاد ولمن تبعوا من أبنائه. حفظ الله بلادنا ورفعها إن شاء الله من أعلى إلى أعلى. وشكرا لكم ولقناتكم وللحضور. ألف مبروك للوطن، ألف مبروك للقيادة، ألف مبروك للشعب. كل عام وكلكم بخير وصحة وسلامة ومن أحسن لأحسن إن شاء الله. عن نفسي وبالنيابة عن نادي ملاك دراجات هارلي ديفيدسون الجبيل تشابتر نقول كل عام والجميع بخير، كل عام وراس النورة واحتفالها بخير، كل عام وتلفزيون الدمام بألف خير وإن شاء الله أحسن بعد. نشوفكم في كل مكان، طول عمرك. اليوم جينا من أكثر من مكان، جينا من الجبيل، جينا من الظهران، جينا من صفوة ومن القطيف، بس عشان راس النورة وعلشان الوطن قبلها. كل عام والوطن بخير وسلامة، وإن شاء الله جنودنا البواسل في الحد الجنوبي إن شاء الله ربنا ينصرهم بإذن الله، والله يوفق الجميع. والله كل عام وأنتم بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله. عاش الملك وعاش الوطن.
والله يوم الوطن غالي علينا، ونقدم مما عندنا من تاريخ الوطننا العزيز على أنفسنا وعلى كل شخص مواطن ومواطنة، من التاريخ، من العملة، من الكتابة يدويا قديمة على وقت الملك عبد العزيز رحمة الله عليه وأبنائه من بعده. عندنا مطلوب منا يوم وطن ولا الوطننا، وما عندنا هو فدوة للوطن. أول شيء أقول أهني الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهده محمد بن سلمان بن عبد العزيز حفظهم الله والأسرة المالكة كبير وصغير، لحيث وهي شجرة طيبة، وحنا في ظل الله ثم ظلهم ولهم الولاء منا. بفهد حنا جلوسك سيفك بدك اليمين، تامر عصيرنا وكبيرنا في طاعة الله والوالدين، تامر عصيرنا وكبيرنا تشدينا بك الجزم والعزم وعلم اليقين، ودواعش لعبتين بالشام وروس الفطين. يا سلمان قلوبنا تحترق على الشام واليمن، وحنا بعيدين، بالسيف والدعوة صادقة ربي يعين، بإذن الله نقضي على الإرهاب، حنا واثقين، يلا تبشرنا بالنصر المؤكد وبعد حين. أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده الأمين، والله يديم الأمن والأمان على بلادنا العزيزة، وحنا حقيقة مبسوطين في هذه الفعالية وتجمعات الناس والوحدة الوطنية اللي قاعدين نشوفها، حقيقة شيء جميل يعني. أهني الشعب السعودي بهذه المناسبة الطيبة على القلوب وعلى الجميع، كما أهني خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بمناسبة اليوم الوطني المجيد الذي هو فخر لنا جميعا من تاريخ توحيد المملكة إلى يومنا هذا. اليوم الوطني فرصة جيدة وممتازة في عملية تذكر الماضي وتذكر الحاضر، فأنا أجمع هذا اليوم الوطني في أربع كلمات: يجب أن نفكر ما كنا عليه وما وصلنا إليه، والحمد لله اليوم إن شاء الله كل الأمور الموجودة في المملكة وصلت إلى أعلى مستوى وإلى أحلى تنظيم وإلى أفضل ما وصلنا إليه من جميع الاتجاهات. أشكر الشعب السعودي على إظهارهم هذه الفرحة التي وصلت إلى أقطار الخارجية بالاحتفال بهذا اليوم العظيم، وأهني الشعب على هذه القيادة الحكيمة التي لا تلو جهدا في تقديم الشيء الذي يسعد المواطن ويقربه إلى القلوب. وأتمنى كذلك أشكر تلفزيون الدمام على حضوره وتغطيته في احتفالات راس تنورة المباركة والمجيدة، والذي تنشر الفرح زي ما شفتوا اليوم في محافظة راس تنورة، الأعداد كبيرة، الفرحة على الوجوه، الفعاليات ما شاء الله غطت على الجميع. وكذلك أشكر الإخوان اللي جوا حضروا من أم الساهك، من الدمام، من الجويل، من صفوة، من القطيف، من أماكن عديدة اللي يشاركون في هذه الفرحة، وأسعدهم البرامج وأسعدهم الفعاليات وأسعدهم الحضور وأسعدهم البسمة على الوجوه. أشكركم وأشكر الجميع على حضوركم، وأشكر كل من ساهم في إنجاح هذه اليوم الجميل، اليوم السعيد اللي نفخر فيه كسعوديين. شكرا لكم. هنيئا لهذا الوطن، لهذه الحكومة الفتية والشعب الوفي، وهنيئا للشعب والحكومة بهذا الوطن الجميل. نهنيهم وأسأل الله يديم الأفراح ويديم هذا اليوم بعز ومجد واستمرار للحق، فإن هذا الدولة معقل الإسلام والهدى. الكرسي اللي ثبته جدك يبيك، براق عزه في عيونك دام ابوك، اختارك وكانها موصايا الشريك، في حكمه ومجد ما يبغى له صكوك، قدام يا المقدام عين الله عليك، والقافله شديتها يا ابن الملوك، يا مفخره شعب يبيك وما يبيك الا تزود، وفي عيون عداك شوك. هذه اللي سموه ولي العهد حفظه الله. الله يبارك الجميع، والله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا في امن وامان، واشكركم جميع على اللقاء، والله ان شاء الله يديم الامن والامان.
والوطن فضلك ربي بثنتين على الأوطان، عفيفة شريفة جل رب مسويها، هذه قبلة اللي كل صدره وفاء وإيمان، نسوق الركائب صوبها ونحمى فيها، ديار الرسول ومنزل الوحي والقرآن، أنا كل مطر ثراها افتخر فيها، وطن كلنا من دون حدك نجي صقها لصحت عفيفة الشرف في أهاليها، وطن فيك حكام لهم هيبة وسلطان، ملوك ذري كل من يعتزي فيها، وسلامتكم جميعا. يوم الوطن في الجزيرة شايع نوره من عهد عبد العزيز العهد سلماني، وتلاحم الشعب والحاكم لعب دوره في ظل حكامنا بربين الليماني. أولا نحمد الله ونشكره على نعمة الأمن والأمان في هذا البلد المعطاء في ظل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ولي عهده الأمين. نشكر سمو سيدي صاحب سمو الأمير سعود بن نايف ونائبه أحمد بن فهد، نشكر محافظة راس النورة، نشكر قناة الدمام اللي لا تغيب عن أي مهرجان أو أي كرنفال في المنطقة الشرقية، والحقيقة أنكم أتحفتونا بجيتكم، مع العلم هذا واجب وطني، بس نقدر جيتكم وتغطيتكم لجميع الاحتفالات في المنطقة الشرقية. زي ما انت شايف مهرجان حب وولاء للوطن وللملك، والله يديم علينا وعليكم الأفراح. وحنا فعلا في مناسبة سعيدة وهزف أجمل التبريكات والتهاني إلى مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين وإلى ولي العهد وإلى أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف ونائبه ولجميع السعوديين ولأحبة السعوديين، وأقول كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله من تقدم لتقدم إن شاء الله ومن ازدهار إن شاء الله. أقول نحمد الله في أمان وفي أمن وستر في بلادنا استبلمن فيها والنظام في السعودية، هي بلادي وأنا كل فخر، ديرة الرفلف علمها على روس العدام، ديرتي واشرب غلاها من أيام الصغر ما تسمع هرجواشي ولو زاد الكلام، في حكم أخوان نوره بعيدنا النظر شجرة تحكم شرع الولجال الظلام. سلامتك. يومنا يومك يا داري وكلنا لجلك وطن، كلنا في دول ترابك انت يا اغلى وطن. يومنا يومك يا داري كلنا لجلك وطن، كلنا في دول ترابك انت يا اغلى وطن. يلا خلها بالاخضر وارفع الخفاق الاخضر وردد الله اكبر لجل حبك يا وطن. افتخر اني سعودي وليه انا ما افتخر، وارث الحب من جدودي وحبه ما عمري كبر.